مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. عيد الفطر 2022 ندخل عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة. عشركم مباركة مسعودة وعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير بصحة وعافية. مرحبا بكم في الفيديو الثاني خاص بتحضيرات العيد. دونك تحضيرات العيد ديال اليوم فغادي يكون فيها حلويات بدون فرن، وغادي يكون غادي يكون بلا باز ديال لي بيسكوي. انايا بعدا عائلتي حماقت على هذا النوع ديال الحلويات، اول نوبه ندير هذه النوعيه ديال الحلويات باز ديال لي بيسكوي على قناه سوا. غادي ندوز دابا على بركه الله بالفقره رقم واحد، فقره ديال تحضير حلويات بدون فرن، دي غاتو فاسيلي رابيد سون فو، بدون فرن وبدون تعب وبلا مجهود ولذيذين جدا. وأبخير غادي نتلاقى معكم باش نوري لكم ان شاء الله مجموعه من المجوهرات الرائعه جدا وبالثمن المناسب للجميع، ونوري لكم بعض الاواني. بقاو معايا شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. وعلى بركه الله غادي نحضروا ان شاء الله مجموعه من الحلويات، تقريبا 13 شكل جديد حلويات العيد بالبسكوي. لاول نوبه نديرهم لكم على قناه سما، حلويات العيد بالبسكوي سهله وسريعه واقتصاديه، بدون فرن بدون بيض بدون زبده، وتيجي وتيشهي. وغادي نبداو على بركه الله في جديد حلويات العيد. لاول نوبه ندير لكم هذه الطريقه هذه بلا باس ديال لي بيسكوي، تخوا بيسكوي. وغادي نبدا باول بيسكوي هو سبيكيلوس، شكون اللي تيعجبو لي سبيكيلوس. هنايا غادي ندير 525 غرام ديال لي بيسكوي، نورمالمون هي باكيه كبيره فيها 525 غرام، ممكن لكم ديروا اكثر وممكن لكم ديروا اقل. تنقبضها تنطحنها مزيان حتى تولينا كما الدقيق كما تتشاهدوا معايا الان. واش تنزيد عليها؟ تنزيد عليها 100 غرام ديال بودره ديال تلوس، ممكن لكم تعوضوها ببودرة ديال كاوكاو او بودرة ديال القرقاع، المهم شي حاجة مهم ما تكونش الدقيق وصافي. واش تنجمعهم؟ تنجمعهم بالحليب المركز المحلى، تندير 397 غرام، نورمالمون هي واحد القريعة صغيرة فيها 397 غرام، تنديرها كلها. تنجمع العجينة، تتكون لنا عجينة دايرة بحال هكا غير للتذكير. دونك بالنسبه للحليب كونسونطري فهو دغيا تيقساح، دونك خدموا هاد العجينه ديريكتومون بهاد الطريقه هادي وما تخليوهاش اكوتي. دونك تندير انايا بلاستيكه من التحت وبلاستيكه من الفوق، وتندير بيناتهم العجينه وتنقبط المدلك وتندلك كما بغيت ندير الصابلي. يعني الطريقه ديال الصابلي فغادي نخدمها بنفس الطريقه، وتنقبط وتنبقى نطبع فوق البلاستيكه. علاش تنطبع فوق البلاستيكه؟ باش ما تشتت ليناش العجينه وباش ما تلصق ليناش. وراه عندكم غادي تشوفوا معايا في الاخر بانها راه تتحل بكل سهوله، راه فعلا راه تطبع. دونك بالنسبه للطابع ديروا الطابع اللي بغيتو، دونك على شكل قريبات على شكل نجيمات، داكشي اللي كاين عندكم في الدار. وتتقبطي تحيدي البلاستيكه الاولانيه وتتحيدي غير هذوك البقايا ديال العجينه اللي تتعاودي عاوتاني تعجنيهم، وتتعاودي عاوتاني تديرهم فوق بين جوج ديال البلاستيكات، وتتعاودي عاوتاني طبعي فوقهم حتى تتكمل لك العجينه تماما. تديرهم في واحد البلاطو اللي تحت نتاعو يكون عاوتاني بلاستيك، وتتحطيهم في الثلاجه او تتحطيهم في الكونجيلاتور الا ما عندكمش الوقت ما عندكمش الصبر. دونك تتحطيهم غير يقبطوا فروسهم وتتخرجيهم. هنايا غادي نوري لكم كيفاش غادي نجي لهم من بعد. دونك هذه طريقه عاوتاني واحده اخرى بالنسبه لهذه الحلوه هذه. هنايا قبطت واحد البلاطو مهم ديال السيليكون، يكون الشكل اللي نتوما بغيتو، داكشي اللي كاين عندكم. هذا البنات الى امرتيهمكم فشريتو من عند لوكليغ، وتندير فيه العجينه اللي صايبت انا وياكم كما تتشاهدوا معايا الان. ممكن لكم ديروها كامله وتزوقوها ابخي من الفوق، ممكن لكم ديروا النص تحطوه في الثلاجه وتخرجوا عاوتاني وديروا ليه شو شويه ديال الشوكولاط باش يكون نص الشوكولاط ونص العجينه اللي درت انا وياكم. دونك تفننوا ديروا داكشي اللي تيحب الخاطر، يمكن لكم تخرجوا بزاف ديال الاشكال كما قلت لكم. فانا خرجت ليا تقريبا 13 الشكل مجموعه ديال العجائن ان شاء الله اللي غادي ندير معكم. دونك تنزوقها. دونك غادي نستعمل هذا الكلاصاج هذا اللي شريته من عند لوكليغ، شريت غلاساج نوار وشريت غلاساج بلون وشريت غلاساج روز. دونك هنايا غادي ندير الغلاساج اللي هو ابيض. دونك بالنسبه للغلاساج بصفه عامه فخاصكم تخدموا بالزربه حيت دغيا تينشف. دونك الا بغيتو تزوقوا ان فحطوا الحلوه وزوقوها ديريكتومون. you
دونك بالنسبه لهذا البنات فهو عباره عن شوكولا بلون اللي قبضته وذوبته بطريقه هذه اللي هو خاص بالحلويات اللي جيت نوريت لكم فين خديته في الفيديوهات نتاعي السابقه، يعني ماشي بحال التشريف لي غون سيغ فاس البنات، لا لا هذاك اللي تيتباع البنات الا نتوما لاحظتوا يتتبعوا بدوك لي طابليت اللي تيتكالوا فتتقبطوا تذوبوا تيولوا لكم دايرين كي المسكه هذا لا تذوبي تيولي دايرك ليك بحال هكا. دونك الا الامر تيهمكم يكتبوا لي في التعليقات ونقول لكم انايا تنجاوب على جميع التعليقات نتاعكم، تنرحب بكم من هذا المنبر بجميع الاشياء اللي نتوما بغيتو كتبوا لي في التعليقات ان شاء الله انايا غادي نجاوبكم. طرق عاوتاني او اشكال وحدين اخرين ديال الحلويات ممكن لكم عاوتاني تقبطوا العجينه ديال التلوس هذه اللي هي غوزيا، فهي عباره عن عجينه ديال التلوس تديريها في الطابلو ديال السيليكون. راه ديجا انايا كنت درتهم في الثلاجه خرجتهم، درت النص بالعجينه ديال سبيكيلوس والنص الاخر عامر، ودابا غادي ندير النص بالعجينه ديال التلوس وغادي ندير هذاك الشيء اللي باقي النص الاخر غادي نعمرو بشوكولا بلون كما تجي تتشاهدوا معايا الان، تجي رائعه تجي هائله تجي روعه. انا بعدا وليدات نتاعي حمقوا عليها حتى راجل اللي داقهم فريمون عجبو الحل، ماشي يجيو ساهلين يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه وما تاخذلكش بزاف ديال الوقت. العجينه الثانيه غادي تكون ان شاء الله بلي كوكيز لي زوريو، تيجيو فريمون رائعين جدا. دونك غادي ندير تقريبا 500 غرام ديال لي زوريو، نورمالمون هي باكي كبيره فيها 500 غرام، وغادي نزيد عليها عاوتاني كاس ديال اللوز المهم عبر ديال 100 غرام ديال التلوز لا بودغ داموند. دونك غادي نزيد عليها من بعد ما طحنتهم مزيان، خاصهم يكونوا دايرين كما الدقيق كما تشاهدوا معايا الان، ما تزيدوا عليهم لا سكر لا زيت لا زبده، ما تزيدوا عليهم حتى اضافات وحدين اخرين. وكما قلت في العنوان فهما فعلا حلويات اقتصاديه سهله وسريعه. دونك باش نجمعهم غادي نجمعهم هاد النوبه هادي بلاباط ديال الشوكولات، قلت لكم ديروا نوتيلا او ديروا اي حاجه وحده اخرى. دونك غادي نجمعهم حتى يولوا لي عجينه كما تشاهدوا معايا الان، وغادي تشكليها بالشكل اللي انتيا بغيتي، ممكن لكم ديروا سيجارات ممكن لكم ديروا كويرات صغيورين. دونك انا فكرت ندير هكا كويرات ونخشي فيهم شي حاجه اللي هي تتقرمش وما عباره عن قلوب مقرمشه، شريتهم فديري الشكل اللي انتيا بغيتي بحال هادو سيجارات صغيورين، قلت لكم ديروا الشكل اللي نتوما بغيتو، هي تجي شويه جاريه على الاخرى، الا بيتوها تجيكم بحال الاخرى كما درت للصابلي فما ما تكثروش فيها الشوكولات. شو معايا هادو هما القلوب فتنخشيهم في الداخل، وهكا حيت تجي تعطيها تجي ديك القرمشه من الداخل. دونك بالنسبه لهاد السيجارات فانايا دخلتهم للمجمد تجمدوا ليا مزيان وخرجتهم باش تقدروا نتوما عاوتاني تخدموا عليهم الشوكولات. وهنايا غادي ندير كلاصاج بالشوكولات الاسود، وغادي نزين بشي شويه بشي شويه ديال اللوز، ممكن لكم ديروا الرقائق ديال اللوز ممكن لكم ديروا الشعريه ديال الشوكولات داكشي اللي كاين عندكم في الدار. اما
اما العجينه رقم 3 فغادي تكون بواحد النوع ديال لي بيسكوي اللي تيعجبني بزاف انا بعدا شخصيا، فهو لي بيتي بور تيجيو فريمون زويونين. دونك تندير عاوتاني طوما 500 غرام. هو باكيه، شوفوا راه كاينين الباكيات الصغورين وكاينين الباكيات الكبار، دائما غادي تلقاوهم في التحت ديال لي غيون بالنسبه للسيدات اللي هما بغاو يشريوهم، تيكونوا خصيصا لهذا الشيء. هنايا تنقبضهم تنطحنهم حتى هما تيوليو لنا كيما الدقيق كيما تشاهدوا معايا الان. واما غادي تخلطوا عليهم عاوتاني حتى هما كاس او 100 غرام ديال البودره ديال اللوز، اما غادي تخلطوا معاهم كاس او 100 غرام ديال بودره الكوكو. دونك انايا باش نبدل عاوتاني فدرت 100 غرام ديال الكوكو غافي، وباش جمعتهم بالكونفيتور ديال لابريكو هكا باش يجيو شويه تيشبوا الحلوه ديال الكوكو. الحماق على ديك الحلوه حلوه لا بدا خاصنا هذيك نديرها غير بوحديتها، ما درتها لكمش لحقاش ديجا انا درتها شحال من نوبه على القنت. دونك هادو البنات فيمكن لكم تخدموهم كيما تخدموا الصابلي، فتا هو يمكن لكم ديروهم بين بلاستيكا وبلاستيكا وتدخلوهم للمجمد هكا هكا اللي عندكم طوابير غادي يعطيكم اشكيلات اللي هما زوينين. دونك انا هي اكتفيت ندير لهم هكا على شكل كويرات ونعمرهم بالشوكولاته، هذا ماشي كلاصاج ديال الشوكولاته، هذا فريمون الشوكولاته لحقاش فريمون بيت بغيت يكون عندهم طبقات، يعني يكون فريمون واحد الطبقه اللي هي اخر تكون فيها فريمون الشوكولات باش يجي داك المذاق ديال الشوكولات باين فيهم. دوك هادي عباره عن شوكولاته باللون الغوزي. وهكا كملت بزاف ديال الانواع ديال الحلويات، نخليكم هنا تشوفوا النتيجه. وهكا عطاوني بزاف ديال لي بلاطو حلويات جديده، حلويات ديال عيد 2022 اقتصاديه سهله وسريعه بدون فرن بلا تماره بدون يعني فريمون اقتصاديه. Thank you.
هنا دي بليكم شو شوية مضببة. ما تجي بحال ديك نعوض يدخلينا شو شوية ديال النور. ممكن ديجا زغت معكم مشتريات خاصة بديكور البيت، يعني مشتريات خاصة بالديكور، ودرنا الديكور ديال المنزل كما تشاهدوا معايا في الصالون، ووريت لكم منين شريت هادي منين شريت هادي منين شريت هادي، شويه هكا شويه هكا في كل قرطه شريتها في الريح الداري، وهادشي اللي دخلنا في الاجواء ديال رمضان. دونك هنايا ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم بعض الاشياء اللي مشتريات خاصه بالمطبخ. دونك معاش غادي نبدا، الى هادو كنتو تعقلوا عليهم فهادو عباره عن طويوات صغيورين ديال الكراتون تخليهم الفران. يانيس سجد لكم، يانيس رسم لكم رمضان، تيقول لكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير وعواشركم مباركة مسعدة. دونك هذا البنات ما تيتبعوش غالي، يمكن شريتهم بان اورو يمكن ان اورو 20 الواحد، هادو غادي تلقاهم في اكسيون تيجيو فريمون زوينين، كل واحد تيهز مثلا هذا نتاعو. دونك بالنسبه للمشتريات، دونك هاد المشتريات بعدا راه اصلا كانوا مشتريات ديال رمضان ولكن منزلتهم لكمش، دونك غادي يكتبوا دابا المشتريات ديال العيد. دونك هاد الطباسله البنات خديتهم بثمن مناسب من عند اكسيون، السيدات اللي هما تيقلبوا عليهم راه غادي تلقاوهم في اكسيون، كاينين عند ميزون دي موند ولكن الثمن ديالهم غلا، عاديين ما مرسومه فيهم لا والو، تيجيو كلاس حطه في الحطه، ما كاينلك تحطي فيهم البيتزا، ما كاينلك تحطي فيهم كيكه، تحطي فيهم اي حاجه هما خاصين بالبيتزا، ولكن كاينلك تحطي فيهم مثلا كيكه. خديت بعض الاشياء خاصين من لوكلير، فهما لي فيغ اللي هما مدوبلين فيغ دوبل. دونك من بين المشتريات ديال العيد، دونك هاد الكيسان هادو اللي سولتيني ديجا عليهم راه كانوا عندي وحدين بحالهم، هادو خديتهم من عند لوكلير. مشتريات ديال ميزون دي موند، عرفت بان كاينين بزاف ديال السيدات تيحماقوا على هذا المحل بحالي. ميزون دي موند كما قلت لكم من بين احسن المحلات اللي خاص بالديكور وخاص بالمعن وخاص فريمون، ثمن تاعو تيكون شو شويه غالي ولكن داكشي اللي فيه راقي وجميل وما تطلقيش الدنيا مطلقه فيه. وهاد لي طاس هادو اللي كنت خويت فيهم فاش كنت نقدم لكم الحلويات، فهادو من عند ميزون دي موند. دونك هادو البنات خديت غير جوج منهم، بعدا حتى يوصلوا نشوف بعدا كيفاش دايرين، عاد ممكن ناخذ السيرفيس كامل للعطاب. دونك كنحتفظ اني غير بجوج فريمون رائعين شيك، يعني داك ستيل اللي تيعجبني، سامبل وفي نفس الوقت راقيين، ما فيهم لا زواق ما فيهم والو، فريمون راقيين في الحطه البنات، فريمون راقيين بزاف. قولوا لي الاراء نتاعكم لتحت في التعليقات. دونك هذا البريزونطوار هذا كان عندي بحالو ولكن تهرس ليا، وعاوتاني على سعدي وبعدي خديت عاوتاني بحالو، راه كان اون ريبتور دو ستوك في عند محل ميزون دي موند، وعاودو تاني عاوتاني جابوه منو الكبار وجابوه منو الصغورين، وخديت هذا فريمون هذا كود كور بالنسبه لي. دونك هاد بريزونطوار نورمالمون ديال لي زابيريتيف هذا كود كور، ما عرفتش غادي تلقاه ولا لا، انا نورمالمون خديت هاد الاشياء هادي قبل شهر رمضان باش زعما نوريهم لكم في شهر رمضان وفي تحضيرات العيد. رائع رائع، لابد غادي ندير لكم به واحد المائده وشوفوا معايا كيفاش تيجي في الحطه، فريمون رائع. عمرا كيفاش جاكم الحلويات؟ كيفاش جاكم لي غاتو؟ كتبوا لي في التعليقات البنات كيفاش جاكم الحلويات، كيفاش جاكم لي غاتو. دونك ديروهم وديروا لي تاغ على الانستغرام، راه تعجبني بزاف هكا نقرا لي غوتور نتاعكم واش عجبكم واش ما عجبكم، دائما تكون متحمسه نقرا التعليقات نتاعكم ولا تعجبكم بحال هادشي. ما تنساوش نخلي لايك لهذا الفيديو هذا، فهادشي تيشجعني عاوتاني نعطي اكثر. دابا غادي نوري لكم مجموعه من الاكسسوارات الرائعه. انا شخصيا تعرفت نقول لكم رايي نتاعي، رايي اللي هو شخصي، حمقوني ما تقوليش بانهم راه ماشي ذهب. دونك هاد لي بيجو اللي غادي نوريهم لكم فهما دي بيجو ناسي انوكسيتابل دوغي باشيغ كما انا كاتبه، يعني فريمون رخيصين جدا وغادي يحمقكم، اللون ديالهم ما تيتبدلش. دونك خليت لكم معلومات لتحت في صندوقي الوصف. دونك بالنسبه للهندوشه فهما راه الناس اللي هما شكون تيعرف الهندوشه، دونك بالنسبه للهندوشه فيوتيوبز مغربيه فدارت المشروع نتاعها وتتبعوهم في الموقع نتاعها، ودرت لكم واحد التخفيض هائل بمناسبه العيد وبمناسبه شهر رمضان، وتتصيفط لبزاف ديال الدول
هي نورمالمون ساكنه فرنسا، ولكن تتصيفط لفرنسا، بلجيكا، كاع الدول الاوروبيه. بالنسبه للسيدات اللي هما ساكنين في المغرب، تواصلوا معاها وشوفوا واش غادي تصيفط لكم في المغرب. تنظن بانها تتصيفط حتى المغرب. دو فاسون غادي نخلي لكم جميع المعلومات لتحت في صندوق الوصف. خويتمات، البراسليات، تقولي بانهم راه ذهب، تحلفوا بانهم راه ذهب، حلقات، سنيسلات، فريمون داكشي عندها راقي وزوين ورائع كما تشاهدوا معايا الان. دونك بالنسبه للموقع ديال لي بيجو فهو بيجو هندوشا، خليت لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف كما قلت لكم، فدايره لكم تخفيض على الموقع باكمله خاص بالعيد وخاص بشهر رمضان. سارعوا قبل ما تكمل ستوك. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي لايك، تقولوا لي في التعليقات نتاعكم تحضيرات للعيد الفطر، اش ديروا في عيد الفطر الحلويات، واش بديتوا واش باقي ما بديتوش. درت لكم انايا فيديو ديال تحضيرات عيد الفطر الاولاني، وكانوا فيه تمر معمر على طريقه بريستيج، بعض الحلويات هكا بدون الفرن، سهلين سريعين جدا. دونك الى الامر تيهمكم بغيتوا هكا حلويات يكونوا صحيين اكثر بلا باس ديال التمر، شوفوا الفيديو اللي فات غادي يعجبكم بزاف الحال، وفي بعض الملابس ديال العيد وفي اشياء وحدين اخرين. دونك الفيديو ديال اليوم فيه شويه مختلف، غادي نخلي لكم الروابط ديال هاد لي بيجو لتحت في صندوق الوصف. الى ما تتوصلوش بالفيديوهات نتاعي اقرعوا على الجرس الموجود امام خانة او القاعه ديال الاشتراك. الى ما تنساوش بالفيديوهات نتاعي واخا نتوما قارعين على الجرس مره مربوط شو واش سوما كاينه ولا ما كايناش، وتابعوني على الانستغرام، الانستغرام ديالي هو سوما تي في. دونك في رعايه الله، ولقاكم ان شاء الله قريبا في فيديو جديد على قناه سوما، او في اخر فيديو انا درتو اللي كان فريمون مفيد جدا، غتاخذوا منه بزاف ديال الافكار الزوينه اللي هو هذا هو الركوعي. عواشكم مباركه وسعيده. عيد الفطر 2022، جديد حلويات العيد 2022، سهله واقتصاديه وسريعه بدون فرن. اورغانيزاسيون اي بريباراتيف غاتو عيد الفطر. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وركوا لهذا الفيديو هذا غادي يديكم الى عالم اخر.